الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر يا حنان يا منان الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا الحمد لله حمدا لا يحمده غيره والشكر لله شكرا لا يشكره سواه والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ومصطفاه ثم أما بعد يقول الإمام علي رضي الله عنه أرضاه الإمام علي may Allah سبحانه وتعالى be pleased with him said كان في الأرض أمانان كان في الأرض أمانان من عذاب الله فرفع أحدهما وبقي الآخر فاستمسكوا بالباقي أما الذي رفع فمحمد صلى الله عليه وسلم وأما الباقي فهو الاستغفار قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سورة الأنفال سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه said that there are two things on earth that Allah سبحانه وتعالى granted us two things on earth to guard us from the punishment of Allah سبحانه وتعالى one of these two things already raised Allah سبحانه وتعالى raised one of these two things and the other thing still with us on earth That raised one was Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. And the one which is remaining with us is asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala would not punish you for your sins. Allah subhanahu wa ta'ala will give us break. Allah will not punish us for our sins while Muhammad صلى الله عليه وسلم is among us. And Allah subhanahu wa ta'ala still will not punish us for our sins while we are asking him for forgiveness. So Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he's not here anymore. And now we have the second thing, which is asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness or al-istighfar. And when it comes to al-istighfar, asking Allah for forgiveness, we are between two cases. One of us will say, I have no sins whatsoever. I'm good, I have a good heart, and I'm committing no sins. Alhamdulillah, I'm praying, I'm spending Ramadan, I'm making atikaf, I'm making everything I'm supposed to do, so I have no sins. If you say so, this is itself, it's a sin. Because Allah subhanahu wa ta'ala said,
Muhammad صلى الله عليه وسلم said, كل بني آدم خطاء. All children of Adam are sinners. وخير الخطائين التوابون. The best among the sinners who usually repent and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. So if you consider yourself you are free of sins, this is itself a sin by itself. Or if you think that your sins, that the dhunub that you commit throughout your life are too much, and you're not expecting Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you, this is the sin itself also. Allah subhanahu wa ta'ala is willing to forgive every one of us any amount of sins. And imagine this, think about Pharaoh. He was one of the very few people in the history who claimed to be Lord. He claimed to be Allah. May Allah forgive all of us. And Jibreel alayhi salam, the day that Allah subhanahu wa ta'ala destroyed Pharaoh, Jibreel alayhi salam was telling Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, كُنْتُ أَضَعُ الطِّينَ فِي فَمِهِ حَتَّى لَا تُدْرِكُ رَحْمَةُ اللَّهِ. Jibreel alayhi salam, he knew for a fact that if Pharaoh will repent to Allah, if Pharaoh will say, أَشْهَدُ أَلَّا يَأْبِرُوا إِلَّا God but Allah, and he will ask Allah for forgiveness, Allah will forgive him. Even he killed thousands. Even if he killed a lot of children and he took a lot of women as slaves and he mistreated the people of Israel. But Allah subhanahu wa ta'ala, Jibreel alayhi salam knows that if Allah subhanahu wa ta'ala, Pharaoh will say, Allah, I ask you forgiveness, Allah will grant him forgiveness. So do not consider the sins that you commit in your life at any point. Do not consider that a way that Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive it. Just put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said in a very, very beautiful dua, he said, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is free of sins. And he used to ask Allah for forgiveness, as we all know, 70 or 100 times a day. So Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said this, Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubi, wa rahmatuka arja indi min amli. Beautiful words, very powerful words from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubi, وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي. Meanings, oh Allah, your forgiveness is a way wider than my sins. How much sins you have? More than Fir'aun? I don't think so, inshallah. So it doesn't matter how many sins you have, the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala is still a way wider from your own sins. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. And your mercy, I trust your mercy, I depend on your mercy more than I depend on my own good deeds. Yeah, I've been fasting Ramadan, I've been making qiyam, making atikaf, so I'm in a good standing. No, don't trust your deeds. Trust the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And as we all know, Muslims should be نحن قوم عمليون. We need to be practical. We always hear about istighfar. Prophet Muhammad used to make istighfar 70 times or 800 times, and he's free of sins. Sallallahu alayhi wa sallam, peace be upon him. So what about us? Let's take one small thing tonight, inshallah. Just have the intention to have word istighfar yawmi, a daily number that you say, Allah, I ask you forgiveness. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. It doesn't have to be 70. Start with 10 times only. Only 10 times a day, and then build on that. And inshallah, go up as much as you can. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us forgiveness and maghfirah. Jazakumullah khairah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون
وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السحور زريدي إن شاء الله. السحور زريدي إن شاء الله ناوي إن شاء الله. السحور زريدي ناوي إن شاء الله. أربعة. جزاكم الله خير. وكان قدوة ونسير إن شاء الله. جزاكم الله.